مرحبا بكم في يعني هذه السلسله ديال البرامج القصيره بمناسبه شهر رمضان واللي كتعني بصحه الاطفال وعلاقته بشهر رمضان المبارك. شهر رمضان هي هو شهر ديال الصيام، وهذا الشهر ديال الصيام هي كتغير فيه بزاف ديال الاشياء. كتغير اولا الليل والنهار، كتغير انه كذلك انه التعود اللي كيكون السنه كامله، والطفل كيتعود على واحد الطريقه ديال الاكل، واللي كتغير الطريقه ديال الاكل ماشي ديالو هو بالضروره، ولكن ديال الوالدين ديالو وديال العائله اجمع وديال يعني المجموعه الانسانيه اللي دايره به كامله، المدينه كامله. فهذه كلها عوامل كتاثر بزاف على الاطفال، واللي عندها اشياء اللي هي لازم انه ناخذها بعين الاعتبار. اولا انه كيتغير النمط ديال الاكل عند الاطفال، وهنا لازم انه ماشي الاطفال كلهم كيف كيف، فهناك يعني انه الرضع، بل انه هناك الجنين اللي هو كذلك انه هو يتاثر بهذا التغير هذا، هناك الرضيع يعني اللي كيرضع من الام ديالو بخصوص السنه الاولى، ان هذا عنده تاثير كبير عليه وخص الاخذ بعين الاعتبار هذا الوضعيه ديالو للطفل الصغير، الطفل متوسط السن، والطفل البالغ. هذه المجموعه ديال الاطفال كلها خصها تاخذ بعين الاعتبار. ما نساوش بانه الاطفال كذلك اللي كيمشيو للحضانات، والاطفال كيمشيو للمدرسه، وعندهم يعني الدوره الاجتماعيه واليوميه ديالهم ما كتغير شيء، ولكن اللي كتغير يعني الحياه داخل الاسره وداخل البيت. ما هو طبيعي هو انه لما كيدخل شهر رمضان كيكون الاهتمام بالاطفال والتعود ديال الاطفال على هذا الشهر. ف طبعا انه ليس يعني فقط صدفه بانه في الدين انه كان تحديد واحد السن ديال البلوغ ديال الطفل، انذاك يجب على الطفل على انه يمارس شعائر ديال الصوم خلال شهر رمضان. فقبل ذلك فطبعا ان هناك كثير من الوالدين اللي كيبغيو يعودوا الاطفال ديالهم على الصوم، وهذا شيء ليس زعما قبيحا، هذا شيء ايجابي مزيان، ولكن هذا ما خصناش ننساو بانه هذا فقط التعود وليس يعني انه الصوم كامل. خصهم يتعلموا حاجه اللي هي ايجابيه، هو انهم كيتعلموا هاد الاطفال انهم يضبطوا شويه يعني الحاجيات ديالهم، كيتعلموا يتحكموا فيها شويه، وهذا شيء ايجابي بزاف. الا انه يعني في السن اللي كيكونوا مازال فيه الدراري صغار انهم خصهم يتعودوا، وهذا شيء ايجابي، ولكن باش انهم يصوموا ويصوموا يعني داخل، وبالخصوص انه في هذا الموسم اللي كيكون فيه النهار شويه طويل، فهذا يؤثر على الاطفال. فلا ماشي هذا هو يعني الهدف هو انه أن لا يؤثر هذا على صحه الاطفال، وبانهم يؤثر عليهم شويه بانه الرغبه ديالهم في كبح بعض يعني الحاجيات ديالهم مره، وانهم كذلك هناك طرق اخرى واشياء اخرى اللي كتتصاحب يعني انه الصوم وكيشاركوا فيها الاطفال طبعا، وهذا شيء ايجابي. ما نساوش بانه واحد القضيه اللي هي مهمه جدا، بان يعني الدوره ديال الليل والنهار، وهذا بغيت نعطي له واحد الاهميه خاصه، لان الاطفال فاش كيتغير الليل والنهار عندهم هذا شيء يعني يضر بصحه الاطفال. فخص الحمايه ديال الاطفال من السهر، خص الحمايه ديال الاطفال بانهم يكون عندهم هذا النقص في العدد ديال الساعات ديال النوم. ما نساوش بانه الاطفال لما كيكونوا صغار خصهم 12 ساعه ديال النعاس، الاطفال لما كيمشيو للمدرسه انهم خصهم انهم يناموا ما فيه الكفايه باش يكونوا في الصباح انهم يمشيو للمدرسه، فايقين وانهم يدوزوا هذا الشهر ديال رمضان كشهر عادي للعمل في المدرسي الى اخره، وانهم يكون الاكل ديالهم كافي خلال النهار كامل. وكذلك انه خص تهيئ الوجبات للاطفال عاديه الصغار اللي ما كيصوموش، انهم يكون انه الاعتناء بهم، ماشي انهم يبقاو ياخذوا زعما انه بقايا الاكل ديال الليل، لان خص الاهتمام بهم وخص انه ما تغير شيء بزاف النمط ديال الحياه ديالهم.